بدأت اليوم في مقر مجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة اجتماعات الدورة 23 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي واجتماع لجنة الفريق القانوني بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، والتي تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن العربي، وذلك تمهيدا لرفع التقرير والتوصيات النهائية إلى مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي ينعقد غدا الخميس بمشاركة رؤساء البرلمانات العربية. وحول تفاصيل مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين معنا عبر الهاتف من القاهرة عضو مجلس النواب عبد الرحمن أبو علي. سعادتنا مساء الخير، ولو تحدثنا عن أبرز المواضيع التي تم مناقشتها في اجتماعات هذا اليوم. مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طبعا يشارك اليوم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا، وكذلك عضوية عدد من أعضاء مجلس الشورى والنواب في عمل المؤتمر 27 للاتحاد البرلماني العربي في جمهورية مصر العربية. بدأت صباح اليوم اجتماعات الفريق القانوني تابع للجنة التنفيذية للاتحاد. طبعا ترأس الاجتماع سعادتنا عبد محمد ميلاد، وتم مناقشة مسودة القوانين الاسترشادية التي عدت الأمان العامة للاتحاد والخاصة بمكافحة الإرهاب والمرأة والطفل. كذلك عقدت لجنة تنفيذية للاتحاد البرلماني العربي اجتماعها، حيث ناقشت التقارير التي عرضها الأمين العام عن أعمال الاتحاد في الفترة الماضية واتخذت القرارات اللازمة بشأنها. طبعا ناقشت اللجنة الحسابات الختامية للاتحاد واتخذت القرارات اللازمة بشأنها. اليوم في المساء سيتم عقد اجتماع تشاوري لرؤساء البرلمانات العربية، والذي سيحضره صاحب المعالي الأخ أحمد إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب. المؤمل أن تبدأ صباح الغد بأعمال الاجتماعات العامة للاتحاد. هناك في أمور كثيرة تطرق لها الأخوان في اجتماعهم اليوم صباحا. احنا الحين في عندنا اجتماع اللجنة التنفيذية وناقش أمور كثيرة. احنا البحرين تقدمنا بورقة إيجاد لجنة دائمة أو تفعيل اللجنة المالية الدائمة حسب ما نصت عليه المادة 47 من القانون. كانت هناك لجنة مالية بس مع الأسف الشديد ما كانت مفعلة، طلبنا ترقيلها، الحمد لله تمت الموافقة بالأغلبية أو بالأغلبية في اجتماع اليوم. يعني يمكن هذه هي أهم الأشياء التي تم مناقشتها اليوم. بيكون طبعا اجتماع عندنا اليوم العصر للجلسة الثانية، وصباح كذلك غدا بيكون اجتماع لرؤساء البرلمانات المشاركة. نعم، من القاهرة سعادة النائب عبد الرحمن أبو علي، شكرا جزيلا لك.